يا شيخ عندي رسالة، ماذا أهدي لأمي؟ أوه الأم، الأم لو أهديتها كأس ماء ستراه هدية. الأم بالذات هي الوحيدة التي لا تكلفك شيئا. دعونا نتكلم عن الأم صراحة. يعني شوف، كل شيء تتكلم عن يوجد مشاكل حلول إلا الأم، إن تكلمت عنها تشعر هي المودة، هي الحب. دائما تجد بين الحب والتضحية تجد الأم واقفة تضحي من أجلك ولحبك، علم؟ لهذا الذي لا يبر بأمه مسكين. يعني أنت تصور لو قدر الله جل وعز شانه، نسأل الله أن يحفظ جميع أمهاتنا، قولوا أمين. لو قدر الله عز وجل شانه أن تقبض الليلة أمك تموت، تصور أنت الليلة أمك تموت والعياذ تموت، ستندم على كل دقيقة أضعتها لم تكن بجوارها. والمشكلة أمك بالذات تطاردك في كل أرجاء المنزل، أمك بالذات. الزوجة حينما تموت تنساها، لا نكذب على بعض، ننساها وهي تنسانا، دليل أنها تتزوج علينا لما نموت ونحن نتزوج عليها. لكن الأم لا، تطاردك حتى في منامك. لماذا؟ لأنها أم. واضح؟ بمجرد أن تدفنها وتضع التراب عليها أنت لا تشعر بالألم الآن، لما ترجع للمنزل وترى عباءات الوالدة معلقة، وترى سجادة الصلاة ما زالت على الأرض، وترى المسباح الذي كانت تسبح به، وترى حناءها، وترى العود الذي كانت تتطيب به، وترى جلابية الوالدة وهي أمامك، وترى كل زوايا المنزل وجود الوالدة، بل أحيانا ربما تستيقظ على صوتها وهي تحت التراب، وهي تحت التراب. لهذا لا أحد يأتي بمنزلة الأم أبدا، فهي أم أصلك. واضح؟ وأصل ونعود. تجد أن كل عطاء يأتي بالمقابل، إلا الذي يأتيك من ناحية الأم. لهذا الأم دائما مناط التضحية، وإذا أنت تكلمت عن التضحية أول ما يتبادر ها هنا الأم، لا أحد يعدو ولا يصل لمنزلة الأم. لهذا يجب أن تستغل كل فرصة الأم فيها ما زالت تتنفس. تعلم لماذا؟ لأنها باب من أبواب الجنة. الزوجة ليست باب من أبواب الجنة، ولا الإبن باب من أبواب الجنة، فقط أمك والوالد هم من أبواب الجنة. لهذا طالما أن الوالدة ما زالت ينبض القلب وتتنفس، كن عند قدميها، عليك أن تحرص عليها. وإلا والله بمجرد أن تضع الشاهد على قبرها المرحومة فلانة، وتخرج من المقبرة وتدخل بيتك وترى في كل زوايا المنزل صورة أمك، ستندم على كل لحظة أضعتها لم تكن في خدمتها. واضح؟ والمشكلة دائما الذي يموت دائما تشعر بالندم، يا ليتني أحسنت إليه. أنت صديقك لما تحصل خصومة بينك وبينه تندم إذا مات، تقول يا ليتني اصطلحت معه. أخوك كذلك، فكيف الأم إذا ماتت؟ تقول أن رفعت صوتي عليها في يوم كذا، أنا فعلت كذا وسفرت بلا إذنها، أنا صنعت كذا وفعلت كذا وغضبت علي ودعت علي، هاي الآن تحت التراب، أريد رضاها. يا شيخ ماذا أصنع لرضاها؟ أتصدق؟ لماذا الآن لا تسعى لرضاها؟ كم مرة تخرج من دوامك من عملك تتصل بزوجتك، ماذا تريدين طعاما؟ كم مرة اتصلت بأمك؟ ماذا تشتهين يا أمي؟ أنت ربما لا تلقي لها وزنا هذه الكلمة، لكن أمك تراها، أقسم بالله بالدنيا، أن والله ابني اتصل بي وقال ماذا تشتهين. تعلم عند الأم هذه، لا قلنا قبل قليل الهدية منزلة أني في قلبك. كم مرة أهدينا لزوجاتنا الورود والعطور والبخور، أي صنيع أي كذا تنساه وتضمحل، لكن الأم إذا أهديتها شيئا تلبسه. اهديها خاتم، أتحداك إذ لم تراها ترى الخاتم في إصبعها على مدى حتى تموت. اهديها جلابية شيلة، تجد دائما لما تخرج هذه من ابني الله يرضى عليه، تكفي الكلمة، هذه تكفي الكلمة. فيجب أن تستغل أمك طالما هي حية. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال إلزم قدمها فثم الجنة. الحسن البصري مات ابنه ما بكى، لما ماتت أمه بكى، قال ما يبكي؟ قال باب من أبواب الجنة أغلق، لكن ابني لو مات لم يغلق باب من أبواب الجنة. واضح؟ لهذا يجب أن تستثمر أمك، أمك هي عماد حياتك، خذها مني. كل العالم لن يسمع شكواك، ولو ظهر عليك الهم، ولو أنت جلست معي وتشكو لي، بمجرد أن أخرج من هذا الاستوديو أنسى همك.
ولا أنشغل بالزوجة والأولاد وبالأم وبالأخت وأنشغل في حياتي، لكن الأم بالذات إذا أعطيتها همك تجدها تقوم الليل وتدعو لك، اللهم فرج عن ابني فلان، وتتصل بك، ماذا جرى؟ ماذا حصل؟ لا تنسى همك، وكل العالم ينسى همك. العالم لا يعرف همك إلا إذا تكلمت. الأم بالذات تعرف همك من ملامح وجهك، ماذا بك؟ من نفسك إذا تغير، إذا تغير شيء من حياتك، مسألة بسيطة الأم تشعر، تقول لماذا فعلت كذا؟ صوتك لو تغير تعلم أنك مريض، في المقابل ربما لا أحد يسأل عنك، واضح؟ لهذا ربما الأم إذا أنت خرجت من عملك بلا طعام الإفطار لا ترضى، ربما تتبعك للسيارة على الأقل بخبزة وكأس من الشاي. المهم أن لا تخرج من البيت بلا إفطار، لكن الزوجة تخرج بلا إفطار، لا يوجد مشكلة، مع احترامي للزوجات، لكن الأم حقيقة لا زوج يعوض عنها، ولا أخ ولا زوجة ولا أحد في العالم يعوضك عن الأم، لأن كل العالم تمل من صوتك إلا الأم، لا تمل من صوتك أبدا لو تكلمت من هنا. وأحيانا المشكلة الأم أحيانا تجدها تعاني من النعاس، تريد أن تنام وأنت تشكو وتقاوم، وإن نامت تبقى تقول أنا معك، تقاوم، لكن زوجة أجل باكرا نكمل، أو أي أحد في العالم، كل الناس تمل من صوتك إلا الأم. ثم بعد ذلك نجعلها على هامش حياتنا، هذه المصيبة. تعلم متى ستعلم نعمة الأم؟ كما قلت لك، إذا وضعتها في يدك، بيدك في قبرك، تقول هنا أمي، وتصبح تسب كل أحد حال بينك وبين أمك، حتى لو كان ابنك أو زوجتك، لأنه كما تدين تدان. إذا أردت ابنك هذا أن لا يفارق عينك فلا تفارق عين أمك دائما، هي أولى الناس لما تخرج من الدوام أن تكون عندها وأن تأكل معها طعام الغداء، أولى من زوجتك، هي أولى أمك، نعم هي أولى الناس أن تخرج معها بالأسواق، هي أولى الناس أن تضعها بجوارك في السيارة وتحوط بها عن الأصدقاء، هي أولى الناس أن تعطيها من مالك وأن تنفق عليها، هي أولى الناس أن من أسألكم بالله، من منا تفقد عباءة أمه؟ كلنا ربما آخر عباءة اشترتها الوالدة قبل سنة، لا تشتري إلا في العيد المسكينة، ولا تطلب إن لم تتفقدها أنت، لكن الزوجة تطلب. من منا تفقد عطر الوالدة؟ من منا تفقد ماذا تريد الوالدة؟ هاتف الوالدة. من منا تفقد رصيد هاتف الوالدة؟ ولكن نتفقد رصيد زوجتنا وأبنائنا، لماذا؟ لأن وضعنا الأم على هامش الحياة، ولن ترد لنا، سبحان الله، لن يرد لك التوفيق، ولن تكن موفقا حتى تنل الرضا من أمك. لو نلت الرضا من زوجتك إلى قيام الساعة ليست مناط التوفيق، لكن لو نلت الرضا من أمك هذا هو عماد التوفيق ومناط التوفيق ليوم الدين جل وعز شأنه وتقدس اسمه. لهذا الله عز وجل يكافئ بالبر برا، خصوصا الأم. يا أخي ما نرى أن الأم هي ما تهتم بوجهها، لكنه نور، ما تضع الكريمات، ما تضع صن بلوك، ما تضع هذه الأمور، لكن وجهها تجده يشع نورا، وأجمل عطر هو الذي يلمس كف الوالدة ولو كان بدرهم، ولو كان بدرهم تستلذ بعطر الوالدة. فلماذا نضع أمهاتنا على هامش حياتنا؟ هي أولى الناس أن تكون أمك هي حياتك. علم؟ نعم. مبارك تفضل.